من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام الأستاذ أشرف العشري. أستاذ أشرف صباح الخير وأهلا بك في هذه الساعة الإخبارية. أبدأ معك بهذه التطورات السياسية من مجلس الأمن وهذا الاجتماع المرتقب اليوم إلى زيارة بريت ماغورك إلى القاهرة وتل أبيب، هل هذه التحركات اليوم على الأقل قادرة على تفادي أي هجوم نحو رفح؟ صباح الخير أستاذ مبروك. بكل تأكيد هناك تحرك على مسارين، التحرك مجلس الأمن من خلال المشروع الجزائري ومن خلال المشروع الأمريكي الجديد الذي أقل أو خفف كثير من وطأة المشروع الجزائري، وفي نفس الوقت أيضا هناك مسار آخر في القاهرة. المبعوث الأمريكي يسعى لثلاث أهداف، الهدف الأول أن يكون هناك بالفعل تعاون مع الجانب المصري وتنسيق معه، لأنه بعد زيارته القاهرة سيعرج على تل أبيب للبحث في إمكانية تأجيل العملية الخاصة بمنطقة رفح، وفي نفس الوقت أيضا أن يناقش كثير من بعض الأوراق الجديدة الخاصة بإمكانية العودة للمفاوضات على مستوى كبار المسؤولين الأجهزة الاستخباراتية الأربعة المصرية القطرية الإسرائيلية الأمريكية وفقا لمضمون وإطار الاتفاق الباريسي في باريس منذ ثلاثة أسابيع. ثم النقطة الثالثة أن يكون هناك تقديم تنازلات من كلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في محاولة لإمكانية أن يكون هناك عودة على مستوى كبار أو رؤساء أجهزة الاستخبارات مرة ثانية للقاهرة حتى يتم التوصل إلى صيغة تفاهم خاصة بوقف إطلاق النار في كمرحلة أولى لمدة ستة أسابيع، وبعدها يمكن استكمال المرحلة الثانية والثالثة، لأن الاستراتيجية الحاكمة للجانبين المصري والقطري أن تتوقف العمليات العسكرية بدءا مع شهر رمضان. على أكثر تقدير يتم توصل الاتفاق في الثامن أو التاسع من شهر مارس القادم على أكثر تقدير خلال ستة أسابيع. بعد نهاية المدة سيكون هناك عودة المفاوضات لتحريك المرحلة الثانية ثم الثالثة، وأعتقد أن هذا هو السيناريو المطروح في نقاشات عبر الكواليس بين الأطراف المصرية والفلسطينية وأيضا القطرية من ناحية، وفي نفس الوقت أيضا توسيع مظلة التنسيق والتشاور مع الجانب الأمريكي، خاصة أن القاهرة أرسلت عدة رسائل للجانب الإسرائيلي وما زالت تلح على موقفها. يجب أن يكون هناك تخلي إن لم يكن تأجيل تام لعملية اجتياح رفح، لأنها ستؤدي إلى حالة من الاحتقان في العلاقات المصرية الإسرائيلية من ناحية، وفي نفس الوقت أيضا ستسير حفيظة كثير من المسلمين والعرب طيلة شهر رمضان باعتبار أن هذا الشهر يحمل قدسية بالغة الأهمية. وأعتقد أن هناك إشارات للجانب من قبل الجانب الإسرائيلي أننا سنعود المفاوضات إذا تلقينا مقترحات مقنعة، وأعتقد أن هذا ما يعمل عليه المبعوث الأمريكي مع الأطراف المصرية، وأيضا مصر تتولى التنسيق مع قطر وحركة حماس في هذا الشأن. حتى ولكن ما الذي يجعل هذه الزيارة أستاذ أشرف مختلفة؟ كانت هناك عدة زيارات إلى القاهرة من قبل المسؤولين الأمريكيين ولكن كان الفشل حليف كل المفاوضات الأخيرة. اليوم ماغورك يحمل ملفات مختلفة على الأقل تدعم الحق الفلسطيني وأيضا تقنع إسرائيل في القبول بهذا الحق، لأن نتنياهو يطفئ ضوء أي دولة فلسطينية قبل التحدث إليها. الآن هو يرفض أي اعتراف بالدولة الفلسطينية. دعنا نتفق أن العودة مرة ثانية للمبعوث الأمريكي في ضوء تلقي تقارير وأيضا رسائل من القاهرة أنه في الفترة التي توقفت فيها المفاوضات منذ الثلاثاء الماضي في القاهرة بعد أن حصل نوع من التعثر والانسداد النسبي، هناك اتصالات جرت مع قبل الجانب المصري والجانب القطري مع حماس لإمكانية أن يكون هناك تخفيض من سقف المطالب الفلسطينية وانتهاز الفرصة لتحريك المرحلة الأولى، لأن القاهرة ترى أنه إذا كان هناك بالفعل رغبة في التوصل إلى صيغة طبقا للطرح الأمريكي مهلة أو هدنة ستة أسابيع، فهي هدنة كافية تتوقف فيها محركات الآلة العسكرية الإسرائيلية، ويستطيع من خلال ستة أسابيع أن يكون هناك استمرار لهذه المفاوضات حتى يتم إطفاء جزوة التحرك العسكري الإسرائيلي وإمكانية أن يكون هناك لحق لمرحلة ثانية وثالثة ربما تصل إلى 100 أو 141 يوما. هذا الأمر تران عليه القاهرة باعتبار أنه استراتيجية حاكمة، إذا نجحنا في هدنة مطولة سيكون هناك فرص لتشغيل محركات الدبلوماسية أو الجهود الدبلوماسية والسياسية في نفس الوقت عبر مفاوضات ماراثونية في القاهرة وفي عدة عواصم ومشاركة أمريكية. الجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة ما زال يطالب بتخفيض سقف الطموحات والحصول على مكاسب كثيرة، وحماس إلى حد ما ترفض أنها ترى أن الورقة المتبقية في يدها هي ورقة الرهائن أو الأسرى، إذا فشلت فيها سيكون لديها تبعات كبيرة على حركة حماس في الداخل الفلسطيني وربما حتى فيما يتعلق بوجودها في قطاع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية، وربما يؤدي لأن يكون هناك تراجع وخلل
وعلة كبيرة في دور أي دور لحماس في المرحلة القادمة. وأعتقد حماس تران على هذه الورقة تريد تحقيق مكاسب حتى تعوض حجم الخسائر التي حدث على مدار 140 يوما في قطاع غزة، خاصة أن هناك حالة من التململ في العالم العربي حاليا وفي داخل قطاع غزة، أن حماس جرت الجميع إلى ما وصلنا إليه من حرب الإبادة والتخريب، وأيضا أحداث كثير من الكوارث في قطاع غزة طيلة 140 يوما. وبالتالي الرهان على تقديم تنزلات مقبولة على أن يتم تجاوز فترة الستة أسابيع بهدوء، وبعدها يكون هناك استمرار لوجود المفاوضات، وبعد أن يكون هناك بحث في صيغة أي تفاصيل خاصة في قطاع غزة بما فيها اليوم التالي. كل هذا سوف يتوقف على الجهد الأمريكي والطرح الخاص بالمبادرة العربية الأمريكية التي أعلن عنها الخميس الماضي قبل الماضي بشأن إمكانية أن يكون هناك دولة فلسطينية واللجوء إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة ووضع إسرائيل أمام واقع جديد في المرحلة القادمة. وهذا هو طرح إلى حد ما تدريجي ممنهج تسير به القاهرة وتسير به أيضا الأطراف المعنية بمفاوضات الجهاز الاستخبارية طبقا للاتفاق الإسرائيلي في هذا الشأن. وأعتقد أن إلى حد ما هناك نسبة نجاح إلى 50 أو 60% ينجح فيها المبعوث الأمريكي وينقل رسائل لتل أبيب ثم يعود للقاهرة إمكانية عودة المفاوضات على مستوى كبار المسؤولين، وبعدها إذا نجحت الجهود وتم التوصل لصيغة تفاهم أو تلاقي يكون عودة لرؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الأربع مرة ثانية لاستكمال المفاوضات التي توقفت منذ الثلاثاء الماضي بسبب التعنت الإسرائيلي ومواقف نتنياهو المتشنجة ضد حماس. من القاهرة الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام الأستاذ أشرف العشري، شكرا جزيلا لك.